للحديث عن الموضوع معنا مشاهدينا عبر الهاتف من دبي الدكتور متعب الفهادي استشاري أورام الثدي رئيس الجمعية السعودية للأورام. أهلا وسهلا بك دكتور متعب معنا. بمفهوم أبسط للمشاهد، ماذا نعني بإعادة تصنيف السرطان يحدد وسيلة علاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شكرا جزيلا لقناة الآن للاستضافة، وأشكرك أستاذ روناك. في البداية، السرطان يعتبر ليس مرض واحد، يوجد أكثر من 100 نوع من السرطانات الرئيسية، وأعداد كبيرة فرعية والتي يمكن تحدث في أي مكان أو عضو في الجسم. فهناك على الأقل 4 أنواع رئيسية كنا في السابق نستخدمها لتصنيف السرطانات. النوع الأول الساركوما، وهذا النوع ينشأ في العضلات وفي الأنسجة الداعمة في الغضاريف وفي العظام. النوع الثاني اللوكيميا، وينشأ في الخلايا التي تكون خلايا الدم مثل نخاع العظم والطحال. والنوع الثالث الليمفوما، وينشأ عادة في الغدد الليمفاوية والأوعية الليمفاوية. والنوع الرابع كارسينوما، وهو النوع الأكثر شيوعاً، وينشأ في أي عضو من أعضاء الجسم. يمثل تقريبا هذا النوع الكارسينوما 80% من السرطانات مثل سرطان الثدي، الرئة، سرطان البروستات، القولون، المعدة، ويشمل أيضا بعض سرطانات الجلد. هناك بعض السرطانات التي لا تنتمي إلى أي نوع من الأنواع السابقة الرئيسية مثل الميلانوما، وهي وبعض أنواع سرطانات الدماغ. كتفصيل للمشاهد وكمقدمة لهذه الدراسة، السرطان عادة يبدأ في خلايا الجسم، ولكي نفهم لماذا يحدث السرطان بحث العلماء بشكل أعمق في الخلايا، في الجينات التي تتحكم في نمو الخلايا وفي سلوكها، وكيفية حدوث فشل في وظائف هذه الخلايا. وبما أن الجينات هي التي تتحكم في نمو الخلايا، فإن الضرر الناتج لهذه الجينات يسبب السرطان. طيب دكتور، أعذرني دكتور، مع هذه الدراسة الحديثة هل أصبحنا أقرب للقضاء على لنقل جميع أنواع السرطانات، أو يعني على سبيل المثال إن لم يكن جميعها، على مجموعة كبيرة من أمراض السرطانات؟ في الحقيقة نعم، أصبحنا أقرب ولله الحمد. هذه المبادرة بدأت من المركز الوطني للأورام الأمريكي. تم دراسة أو تحديد أطلس جينوم السرطان. هذه المبادرة بدأت عام 2005، والهدف منها وصف الجينات، وصف الخصائص الجزيئية. في البداية بدأوا في دراسة 3 سرطانات فقط. درسوا سرطان المبايض، نوع من أنواع السرطان للدماغ، وسرطان الرئة كدراسة مستقبلية. كانوا يهدفون تحديد الطفرات الجينية في جميع أنواعها التي تؤدي إلى تحديد وتصنيف جميع أنواع السرطانات المختلفة. قاموا بتجميع عينات للأورام المختلفة، المعلومات السريرية عن هؤلاء المرضى، وبالتالي قاموا بتكوين قائمة أو فهرسة لجميع التغييرات الجينية المختلفة في كل نوع من أنواع السرطانات. ثم بعد ذلك تطور هذا البرنامج لدراسة أكثر من 33 نوع من السرطانات، ولتحديد أكثر من 500 نوع من الأورام. في هذه الدراسة التي قمت بتقديمها، نعم دكتور، توصلت إلى أهمية مقارنة أوجه التشخيص، نعم، والاختلاف بين الأورام السرطانية، نعم، وإعادة تصنيفها بدلا من الاهتمام بتحديد أول مكان ظهر فيه الورم في الجسم. ستؤدي إعادة تصنيف هذه الأورام إلى علاجات أكثر فاعلية وأكثر دقة، وهذا ما يتمناه الجميع. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا عبر الهاتف من دبي الدكتور متعب الفهيدي استشاري أورام الثدي رئيس الجمعية السعودية للأورام.